عم نسوي هو متطابقين مع بعض. يعني الاوركسترا كلياتها طبعا صرنا نعرف ان الاوركسترا ماري هي اوركسترا كلياتها من السيدات والفتيات السوريات. وبهذا اليوم هو يمكن ابلغ احتفال مسوي بعيد المراه انه هدول السيدات وهدول الفتيات هن يحتفلوا كمان بعيدهم، ونشوف قديش عنا بمجتمعنا بسوريا في ناس وفي سيدات وفي فتيات على سوية فنية عالية وبهالشكل الموسيقي الحلو. بالتأكيد شيء كتير مهم، يعني الاحتفالية بيوم المرأة العالمي بظل الظروف اللي احنا عم نعيشها هلأ بسوريا، بظل كل هاي الحرب يلي عم تقام لهدم ثقافة المجتمع وحضارة سوريا أولا وأخيرا، كتير مهم نفرجي قديش المرأة السورية موجودة، قديش المرأة السورية مثقفة، وقديش هي حاضرة وقدرانة تعمل دور كتير فاعل بالمجتمع فنيا وثقافيا واجتماعيا وأي شيء يعني له علاقة بتطوير بلدنا. نحن كتير مبسوطين كونه مناسبة عيد المرأة ونحن أوركسترا كلنا من السيدات، فهذا الشيء بيعطي أهمية كبيرة بوجود مرأة قدرانة تعمل أوركسترا، قدرانة تشارك بكل شيء بدون أي مشاركات واستمرارية.